السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو ديالنا ديال اليوم حول أزمة الزيت التي تضرب إسبانيا بسبب حرب روسيا على أوكرانيا. شهدت أسعار الزيت النباتي ارتفاعا كبيرا بالأسواق الإسبانية بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا التي تدخل أسبوعها الثاني على التوالي، حيث وصل ثمن قنينة زيت من سعة 5 لتر إلى أزيد من 10 ديال الأورو. وتطل أزمة جديدة تتعلق بالزيت النباتي، لأن المواد الأولية الخاصة بتصنيع الزيوت في إسبانيا وعدد من الدول الأوروبية مصدرها الرئيسي السوق الأوكرانية، وستتأثر دول عديدة بإمدادات الزيت إليها، إذ تشكل أوكرانيا أكثر من 60% من إمدادات الزيت النباتي عالميا. لذلك فإن تأمين الزيت من دول غير أوكرانيا سيكون أصعب، وبطبيعة الحال سعره أعلى. شكرا على تتبعكم والسلام عليكم.